السلام عليكم مشاهدينا للأسف يعود من جديد المرتفع للضغط الجوي ليسيطر على أغلب ولايات الوطن وعليه فإن الأجواء تكون مستقرة بهذا بسبب تمركز هذا المرتفع للضغط الجوي وكذلك سيعتبر كحاجة أو مانع لدخول الاضطرابات الجوية التي هي الأخرى راهي نوعا ما محتشمة بأوروبا المتواجدة في هذه الأثناء بأوروبا وإن شاء الله هذا الاستقرار والصفاء راح يدوم يعني إلى غاية نهاية الأسبوع المقبل كأقل تقدير روحوا شوفوا التفاصيل مع بعض اليوم السبت وصورة القمر الاصطناعي توضح نحات الاستقرار والصفاء باستثناء بعض السحب الخفيفة نلاحظوا فيها تميز شرق البلاد الرياح المرتقبة ليوم السبت تكون كينا نوعا ما رياح قوية نسبيا تجتاح المناطق الجنوبية خاصة الجنوب الغربي وسط الصحراء والجنوب الشرقي بسرعة تصل أو تتعدى 50 كيلومتر في الساعة راح تكون مرفوقة بتطاير كثيف للرمال وحالة الطقس إن شاء الله لصبيحة السبت نتوقع أجواء غائمة جزئيا بشمال البلاد كما نلاحظوا في الصورة انتشار ضباب كثيف محليا على أغلب المناطق الساحلية وحتى المدن القرب الساحلية كذلك يعني سمة الطقس خلال صبيحة السبت إن شاء الله تشكل الجليد أو الصقيع عبر مختلف المناطق الداخلية لذلك الحيطة والحذر لكل مستعملي الطرقات خلال الصبيحة بالنسبة للمناطق الجنوبية أجواء مشمسة وجميلة. درجات الحراره ان شاء الله المرتقبه لصبيحه السبت طقس بارد ادنى مقياس مرتقب على مدينه قسنطينه سطيف وبرج ب بخمس درجات تحت الصفر حوالي أربع درجات تحت الصفر على مدينة البيض درجتين تحت الصفر على الجلفاتيات نعامة ومشريات ثلاث درجات تحت الصفر كذلك مرتقبة على كل من مدينة باتنا ميلا خنشلة وكذلك الأغواط خمس درجات بجزاء العاصمة بومردا سيبازا المدية تيزيوزو كذلك على مدينة وهران أما بعنا بنسجو أربع درجات صفر درجة إن شاء الله مرتقبة على بشار بن عباس غردايا المنيعة كذلك على إليزي وجانت أربعة على إن حواء أدرات درجتين فقط على ورقلا والوادي ونسجلوا حوالي خمس درجات على تندوف وتمن راس بالنسبة لظهيرة يوم السبت إن شاء الله نفس الوضعية الجوية إن شاء الله طقس غائم جزئين ببعض السحب نوعا ما تكون كثيفة محليا تكون هذه السحب دون فعالية للاسف ما تمدناش امطار نلاحظوا يعني على اغلب المناطق الشماليه وتبقى دائما اجواء مشمسه وجميله بالمناطق الجنوبيه. درجات الحراره لظهيره يوم السبت بحول الله تبقى دائما في المعدل الفصلي طقس بارد راح نسجل 9 درجات على البيض 10 على كل من قسنطينه سطيف وبرج باريش 12 درجه بلج الفتاه تنعامه مشريه كذلك على مدينه الغواط حتى على باتناميله وخنشره تلحق ل 17 درجه على تلمسان معسكر غير اللي زانش لبسي بلعباس حتى على الجزائر العاصمة بومردس وتيبازا 16 بوران كذلك على بجاية جيسكيك جي دا عنابا عن والطرف 13 على قلمة سوق راس بس كذلك أم البواقي وحوالي نفس المقياس مرتقب على بشار وبن عباس 19 على تندوف 18 على أدرار وإنسالة 14 على غردايا والمنيعة 16 على ورقلة كذلك على إليزي وجانت و 28 درجة ووكالة مقياس على إنجزام وبرج باجي مختار البحر إن شاء الله لي يوم السبت سيكون بحر جميل الى قليل الاضطراب محليا كما لاحظوا في الصوره وهذا على طول الشريط الساحلي مع رياح ضعيفه سرعتها ما بين 10 حتى 30 كيلومتر في الساعه الرؤيه راح تكون متوسطه على طول الشريط الساحلي اتجاه الموجه تكون شماليه شرقيه تماما كذلك على طول الشريط الساحلي قبل الختام كالعادة مشاهدينا شوفوا مع بعض حالة الطقس بولاية بجاية بداية من يوم السبت إلى غاية يوم الاثنين طقس غائم جزئيا راح نسجل أجواء باردة ما بين حوالي درجتين تحت الصفر إلى حوالي درجة واحدة خلال الصبيحة بين عشرة إلى احداش درجة خلال الظهيرة والختام سيكون كالعادة بورقة توقيت شروق وغروب الشمس وهذا اليوم السبت ولخص الجزائر العاصمة وبعض من ولايات الوطن بهذه المعلومة تصل لطواق طيب تحويل الطقس دمتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم